مرحبا. كتير عالم تتساءل على الفرق بين العصير وبين السمودي وأي واحد صحي أكتر. اليوم حنعمل تجربة لعصير ولسمودي بنفس المقادير وحنعرف الفرق تماماً بيناتهم. أول شيء بالنسبة للسمودي حضرنا نحن عنا تفاحة وثلاث خيارات. حنجرب نعمل سمودي وحنورجيكم شو النتيجة، وبنفس الوقت حنعمل عصير وحنورجيكم شو النتيجة. لما نحط مقادير بالسمودي دائماً أول ما نبلش الخلط لازم نزيد شوية سائل حتى يقدر المقادير تصير مشروب. أول شيء نبدأ بالبطيخ، أول شيء بنبدأ بسايكل بطيء، بعدين بنصير بنزيد السائل حتى تنضرب المقادير كلها. هاي النتيجة اللي طلعت عنا. حنجرب نعمل عصير بهالوقت وحنورجيكم تماماً شو الفرق بين العصير وبين السمودي. مثل ما مبين عندكم بالعصارة دائماً بيطلع عنا العصير بجهة والألياف بجهة أخرى، بينما بالسمودي نحن الألياف خليناها جوا. اليوم استخدمنا نحن عصارة بنسميها السلو جوسر أو عصارة على البطيء، اللي هي بتحاول تحافظ على أكبر كمية من الفيتامينات والمعادن من دون ما بتأثر عليهم. هلأ اللي حابة أورجيكم إياه هو أنه مثل ما شايفين السمودي سميك، فالسمودي بيشبع بسرعة وفيه ألياف. الألياف إلها فوائد كتير كتيرة مثل تحسين الهضم، مساعدة على المحافظة على السكر بالمستوى الصحي، وبنفس الوقت بيساعد على صحة القلب. بينما العصير بالوقت اللي فيه مغذيات كتير كتيرة للأسف ممكن يعلي من السكر بالدم. فالفرق بكل بساطة بين السمودي والعصير هو بالألياف، لكن نحن بالعصير فينا نحط كمية كتير كبيرة من الخضار والفاكهة ونشربها بكاسة، بينما السمودي نحن مضطرين نشرب كتير كمية كبيرة واللي هو حيكون كتير صعب علينا. فلذلك كل واحد له إيجابياته وكل واحد له سلبياته. فينا ناخذ عصير في الصباح حتى يعطينا طاقة سريعة، يعطينا سكر سريعة كبوست لليوم، لكن السمودي ممكن يكون كسناك، ممكن يكون كوجبة. كل واحد له سلبيات، كل واحد له إيجابيات.